مسيرة المتطوعين أو مارش المتطوعين هو النشيد الوطني الصيني من تأليف الشاعر تيان هان وتلحين الموسيقار مي آر، وتم إنتاجه في العام 1935، وهو الأنشودة الرئيسية لفيلم أبناء العاصفة الذي يصور قصة اندفاع الشعب الصيني الجريء إلى الجبهات الأمامية لمقاومة الغزاة في اللحظة الحاسمة التي كانت فيها الأمة الصينية بين الحياة والموت. ومع عرض هذا الفيلم انتشرت في أنحاء البلاد وأصبحت صوت تحرير الأمة الصينية. وقد صنفها داي أن لان قائد الفرقة 200 على أنها الأغنية العسكرية للفرقة، غناها خلال رحلتها الاستكشافية عام 1942. وفي 27 من سبتمبر عام 1949 صنفتها جمهورية الصين الشعبية على أنها نشيد وطني مؤقت. وخلال الثورة الثقافية في العام 1966 تحولت إلى موسيقى نقية، وحل الشرق الأحمر محل مسيرة المتطوعين باسم النشيد الوطني المؤقت. في العام 1978 تم اعتماد مسيرة المتطوعين التي تمت كتابتها بشكل جماعي خلال الثورة الثقافية رسميا كنشيد وطني لجمهورية الصين الشعبية، لكنها ألغيت في العام 1982 وأعيدت فيها نسخة تيان هان والتي بقيت حتى الآن. لقناة السعودية عبد الإله آل الدليم.